দোকানদার পারলবা তিনবারলবা নাবিতে বাঁধ দিবে তারপরে ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা পড়বে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা পড়বে ফাতিহা পড়ে দ্বিতীয় রাকাতের কথা বলছি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহ তার হাতের বান্ধা আপনার হাত ধরে রাখবে সুবহানাল্লাহ
وأكرم عباده المؤمنين
في الدنيا بشهر رمضان. اللهم اكبر الله اكبر، لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. سبحان من فتح لهم ابواب الرحمه والرضوان، وواعدهم دخول نار من ابواب الجنان، كما اخبر لك في جواب الزمان، ان في الجنه لا يقال له الريان، لا يدخله الا الصائمون، لا يدخله الا الصائمون شهر رمضان. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. سبحان من انزل القران على سبيلنا في اشرف ليلهم من ليالي شهر رمضان، وجعل قيامها غير قيامها في شهر ذي العز والاحسان، وارسل فيه الملائكه تبليغ سلامه على كافه اهل الحق والايمان، فغفر لهم جميع الكلام والمعصيان. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله ثم الصلاة والسلام على خير وراء هذه الدجال للهدى وعلى قارق قوسين او نجلى رسول الثقلين في الحرمين امام القردتين شفيع ومن الدارين قاتل نبيك رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه وخلفائه الراشدين، خصوصا على الإمام بن جهل الحلفاء قريبة رسول الله في كل مكان، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الكبير رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمام قاسم رسول أهل الطغيان، أمير المؤمنين وخالد أبو المؤمنين في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان وأهل القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أشجع الشجعان مدعي المساكن والجميعان أمير المؤمنين عبد المرتضى المستعان، كما روى الله تعالى وجهه على الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أم جمع سبيلة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أم الشريفين المكرمين بين الناس حمزة وعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع المهاجرين والأنصار فالتابعين الأقوياء الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم، اعلموا إن لكم هذا يوم عزيز شريف جعل الله تعالى من المؤمنين ورجال الطالبين، أحفظوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أرجو صلوات عن كل صغير وكبير استطاع من قبض أو عين سبق أو صاحب قبل أو شعير، واعلموا أن صدقة في واجبة على كل حكم له رسال قادر عن حوائج أصل كبير والمثل الصغير والعفيف والجاهل يكفي، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة وقبل الصيام من المغفرة تصدق نفس المساكين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم، فاستغفروا الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنفق له اللسان وعلمه البيان وعلم الانقياد من شرور سنه إن شاء الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تطيب قلوب بطاعته والصلاة على محمد المصطفى الصادق شفاعته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من بعد مصلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صعد وصام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أولاد الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين لبقاء سلطان العبد الذي يرجو شفاعته بالإسلام أتاه الله تعالى ملكه وسلطانه وأقام على العالمين بره وإحسانه. اللهم انصر النصارى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم من حضر إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون ولا تبغوا الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأجل وأتم وأهم وأحرم وأشد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن
لا إله إلا الله.
Oh,
ويقولون أنهم
Oh,